والله عيب على السعوديه وعيب على موسم الرياض والناس اللي ماسكه موسم الرياض. يعني خلي عندكم يعني شويه من بلاش. يعني ايه ده ليه كده؟ يعني ما عندكم مثلا في مصر مهرجان الجونه اتلغى، مهرجان القاهره اتلغى. يعني حاولوا تكونوا يعني متضامنين مع الفلسطينيين بحاجه بسيطه، حتى انكم تلغوا موسم يعني او تلغوا مهرجان او حاجه بسيطه. يعني ما بنقولكمش روحوا حاربوا. يعني مسرحيه زواج اصطناعي في موسم الرياض، المفروض ان هي مسرحيه كوميديه وفيها اغاني وفيها، فانا مش متخيل الصراحه يعني ان اعمل مسرحيه واهزر واغني وارقص واخواتنا في فلسطين. بصراحه الفنان او الممثل محمد سلام وقف موقف رجوله. كنا نتمنى طبعا ان في ناس تانية معاها جنسيات امريكيه وهم مصريين اساسا او عرب او غيره كانوا يتضامنوا باقل شيء، يعني ان هم يعني يتضامنوا باي حاجه ويطلعوا للناس كده ويقولوا اي حاجه. موسم الرياض ده لو مش حاجة ترفيهية محدش يقدر يقول لو شغل مثلا، يعني محدش بيقول اقفل المصانع ولا اقفل الورش ولا الحاجات دي اللي هي مفيدة للناس، لكن دي ترفيهية. فلو اتعملت او ما اتعملتش مش هتفرق مع الناس كتير. يعني لو حد عايز يترفى يترفى في بيته او يعني في المداري كده، يعني مش موسم بقى ومهرجان